حبايبي لو زهقتوا من وقفة المطبخ خالص وملكوش مزاج تدخلوا المطبخ انا معاكم، انا اشجعكم جدا. بس هنعمل ايه في حبايب قلبنا اللي في رقبتنا؟ عايزين ناكل، عايزين نتغدى، عايزين نتعشى، عايزين نتسلى، وخصوصا بقى ان احنا في اجازة، صح؟ طبعا. طيب تعالوا بقى اقول لكم ان النهارده هنعمل وصفات حلوه جدا جدا، هنعمل حشوه حلوه قوي. هتقولي بس هنحشيها فينو كايزر؟ لا، احنا هنعملها كمان العيش اللي هيتحشي فيها، سندوتشات كده مقفوله خطيره، تقدري تعمليها كبيره، تقدري تعمليها صغيره، تقدري تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه، هتعجبك جدا. العجينه مفيش ابسط منها، عايزه اقول لك ايه، دقيق، سكر، ملح، ميه، وطبعا الخل ده اساسي معايا، وشويه زيت، بس كده بس كده، حشوه مفيش احلى منها، وكمان هتدينا كميه وفيره عشان بنحط عليها شويه خضار مش عارف ايه، بصدور فراخ، ممكن لو فراخ عندنا بايته، الحاجات دي كلها تنفع معانا، وكمان عليها شويه جبن. ما تيجي نشوف بقى المقادير ونشوف احنا بنتكلم على ايه وهنعملها ازاي. يلا بينا يلا بينا. عندي هنا اول حاجه علشان اعمل سندوتشات الفراخ اللي بالعجينه دي محتاجه عجينه. العجينه عندي هنا عباره عن ايه، 3 كوبايه دقيق ورشه ملح وسكر وزيت وكمان ميه وخل. تاني عندي هنا سندوتشات الفراخ او الدجاج بالعجينه، العجينه عباره عن ايه، 3 كوبايات دقيق، رشه الملح، ومعلقه كبيره السكر والزيت والميه طبعا والخل. طيب عندي ايه بقى، عندي السندوتشات نفس الحشوه نفسها، حشوتي عباره عن ايه، عباره عن نص كيلو صدور دجاج، فلفل الوان جوليان، ثوم مفروم، بصل جوليان، وكمان زيت زيتون، ملح وفلفل اسود، كاري بابريكا وزعتر، ثوم بودره وبصل بودره، وثلاث معالق كاتشب، وزيهم مايونيز، وشويه جبنه موتزاريلا. خلاص نقول تاني، عندي هنا الحشوه عباره عن صدور الفراخ هنقطعها قطع صغننه، فلفل الوان وثوم مفروم وبصل كمان هنقطعه جوليان زي الفلفل، وشويه زيت زيتون، ملح وفلفل اسود. متفقين متفقين. وعندنا هنا كمان كاري، حاجات بقى تبهر عندي الفراخ، بابريكا، زعتر، ثوم بودره، بصل بودره، وعندك كمان كاتشب، مايونيز، وجبنه موتزاريلا. طبعا تقدري تحشيها في عيش تورتيه، تقدري تحشيها في كايزر، في فينو، براحتك خالص، بس انا هعملها في العجينه اللي انا بقول لك عليها. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب اول حاجه هنعملها هي طبعا العجينه علشان نسيبها ترتاح لحد ما نسوي الحشوه. طيب العجينه زي ما اتفقنا هي عباره عن ايه، نشيل ده بس كده، عباره عن دقيق. على فكره العجينه دي ما فيهاش خميره، بس هي لازم ترتاح، لازم ترتاح اهي، وسكر، معلقه كبيره سكر، سوري معلقه صغيره سكر، وطبعا الملح، واتفقنا الخل ده اساسي طبعا، تحفظته فيفا بتعجن، اذا في خل، في خل في الموضوع ده، يعني زي كده بقول لكم انا بعمل تحفيز للعجينه او للمعجنات بشكل عام. طيب وبعدين الميه عندي اهي، وتعالوا بقى نركب تاني، ممكن نستخدم ده او نستخدم اللي هو بتاع العجن. يلا نلف بالراحة. محتاجه ميه ولا مش محتاجه ميه؟ خلاص اهي، بصوا لمت معايا زي الفل، بصوا عامله ازاي العجينه، ريحتها حلوه سبحان الله، مش شويه سكر وملح ودقيق وخل وميه بس، العجينه ريحتها حلوه. ما لقيتها نضفت كده، بصوا لما برفع نضفت مكانها ازاي. خلاص هعمل ايه، هنزل واحط شويه زيت علشان الفها بيها وشكرا كده. حاضر حاضر حاضر.
مجرد ما حطيت الزيت هروح عاملة ايه؟ هروح لفاها بسرعة كده. بصوا العجينة متنفسة. هتقولولي دي بتلزق، انا عايزاها بتلزق. اللزقة الحلوة دي حلوة جدا، مهمة جدا. ليه؟ عشان العجينة بتاعتي ما تكونش مكتومة. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هروح شايله، حاطه طبعا شوية زيت عندي هنا في البولة اللي احط فيها العجينة، واروح حاطه العجينة كده اهي، ومقلباها كده خلاص، وسايباها ايه بقى؟ ترتاح. مهمة قوي العجينة بتاعتي اسيبها ترتاح. طيب هنسيبها ترتاح خلاص، ونبدأ نعمل الحشوة بتاعتنا. طيب الحشوة عندي هنا ايه؟ انا عندي فراخ. طبعا انا اقدر اعملها بالفراخ اللي هي طازة، وممكن لو عندك اي حتة فرخة، اي جزء من الفرخة مثلا باقي عندنا، فنقدر طبعا ان احنا نستخدمه. الحاجات دي انا مجرد ما حطيت عليها شوية خضار وشوية بهارات اقدر اعيد تشكيلها. دي هنسيبها بقى ترتاح. دايما اقول ايه؟ يا ليتني كنت ايه؟ عجينة. تعالوا بقى نلبس الجوانتي بتاعنا علشان نقطع الفراخ بتاعتنا. طيب نحط بقى الطاسة بتاعتي تسخن كده اهي. ونجيب السكينة بقى بتاعتنا ونقطع الفراخ. طيب الفراخ ما بحتاجش ان انا اتبلها قبلها خالص، يعني على طول بجيبها واعملها. الفراخ يا جماعة من الحاجات اللي هي بتاخد التتبيلة في وقت قليل، واتوصى بالتتبيلة شوية خلاص كده. عندي بقى صدور الفراخ اهي، هقطعها جوليان زي مين؟ زي الخضار اهو. زي ما قلت لك عايزه توفري على نفسك الغلبه بتاعه العجين، وعيني شايفاها مش غلبه ولا حاجه، ولكن في ناس تقول لك لا ما انا مش هريح نفسي واعمل سندوتشات. بس عايزه اقول لك هتديكي كميه وطعم الحاجه هيكون مختلف، وما اخدتش وقت خالص معانا اهي اهو. واقطعها لحد حتى ما تسخن الطاسه، عشان لسه احطها على النار اكون قطعت الفراخ بتاعتي. وزي ما قلت لك تنفع بفراخ، تنفع بلحمة مفرومة برضو هتبقى رائعة، تنفع برضو بمثلا سجق، تنفع ب هوت دوج، تنفع بأي حاجة عندنا نحط عليها شوية خضار ونعمل العجينة وشكرا. طبعا اول حاجة بحطها في الطاسة هي الفراخ. ليه؟ علشان ما تنزلش حاجة معها مية. يعني انا لو حطيتها مع يعني حطيت مثلا البصل الاول، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي عندي البصل بينزل شوية مية، فهيأثر على الفراخ وهيبقى الوسط كده مائي، فالفراخ وهيقللي من درجة حرارة الطاسة. فمهم جدا علشان اخد فراخ طعمها حلو، مهم قوي قوي اخد فراخ طعمها حلو وتكون طرية عشان دي صدور ماشي. فمهم ان الطاسة عندي تكون سخنة رقم واحد. رقم اتنين ما حطش حاجة معاها في الاول اهو. طيب هحط ايه؟ شوية زيت صغيرين في الطاسة بتاعتي. بعد ما الطاسة تسخن بحط الزيت، حطش الزيت يسخن معاها. مجرد ما حطيت الزيت بصوا البخار طلع، اروح منزلة ايه؟ ايوه كده الصوت ده اهو. طبعا انا مستخدمه اتنين صدور، تقدروا تستخدموا انتوا الكميه اللي انتوا عايزينها. وتبل بقى، يلا نتبل. برجع دي كده ورا. هتبل بايه؟ ملح، كمون، بابريكا. على فكرة أنا دايما بقول بهاراتك بتاعتك، في ناس ما عندهاش غير شوية ملح وفلفل أسود، هي بتحب الأكل بتاعها يكون ما فيهوش بهارات كتير، عادي جدا كل حاجة تنفع. ثوم بودرة وبصل بودرة
وعندي هنا زعتر والكاري. ادي الكاري وادي الزعتر بس كده. شكرا. هعمل ايه؟ هديها تقليبه وهسيبها تستوي، وبعد ما تستوي احط بقى الخضار بتاعي. فتعالوا كده لحد ما تستوي نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعملها ازاي ونكملها ازاي وازاي نحشيها جوه العجينه ونسويها بيها. استنونا. الفراخ استوت معايا، اخدت لون رهيب كانها مشويه. بصوا لونها عامل ازاي، ولا وطعمها خرافي اساسا. احط ايه بقى الحاجات اللي هتكترها وتحليها؟ زي البصل خلاص، زي عندي هنا الثوم تمام، زي عندي هنا الفلفل الالوان. بصي كل ده يكتر لي بقى كميه عندي. وطبعا لو ما فيش فلفل الوان انتوا عارفين وحافظين، هقول لكم هاتوا فلفل رومي عادي واشتغلوا بيه، الموضوع مش هيقول لا ابدا. ريحه اساسا شويه الفراخ بالخضار بالبهارات الحلوه اللي احنا حاطينها خطيره. الله. اسيب بقى الخضار كده يطرى معايا شويه والبصل كمان، وبس اقلب بس كويس جدا عشان احط بصل وتوم، وابهر تاني بشويه بابريكا عشان انا حطيت خضار وفلفل اسود ورشه الكمون والملح اهي. واديها تقليبه واسيبها بقى ايه تستوي. وتعالوا بقى نشوف العجينه بتاعتنا وهنسوي ازاي. نحط الطاسه كده بس عشان تسخن معانا، وهنحشي بقى ازاي ونسوي ازاي ونفرد الاول ازاي. بس كده. الله. عايزه اقول لكم مش بس نحطها في عجينه ومش بس نحشيها، على فكره في فينو كايزر على فكره دي صحيه جدا جدا جدا. يعني انا ممكن احطها جنب شويه رز ابيض خلاص، ممكن احطها شويه جنب شويه مكرونه بالصلصه، صحيه جدا. ليه؟ عاملينها في شويه زيت زيتون، مش عاملينها في حاجه وكاننا شاويينها، فهتعجبكم جدا. تعالوا بقى بس ايه نشيل الحاجات اللي وقعت مننا دي عشان يبقى الشكل ايه لطيف. يلا. عندي هنا بقى التوم خلاص انا استخدمت، والكاتشب والمايونيز، ولسه عندي طبعا جبنه موتزاريلا. هعمل ايه؟ هلبس جوانتيتي وهبدا بقى اجيب العجينه بتاعتي وافردها واقطعها واقرصها واعمل كل ده. ده كده يلا نجيب بقى العجينه بتاعتنا. بصوا عايزه اوريكم حاجه، تعالوا لي كده على العجينه. عم علاء بص البالونه دي، شايفها؟ استنى اجيبها لك الناحيه دي. ايوه اهي اهي، شايفها؟ بص بالونة، شايفين؟ ايه ده؟ ده انتي مش حاطه لها خميرة. ايوه بس هي العجينة دي خطيرة في كده اهي، شايفين عاملة ازاي؟ لبانة، حتة عجينة يا جماعة سبحان الله، لا فيها خميرة ولا اي حاجة، ما بتاخدش وقت في العجن انما خرافية. هعمل ايه؟ اقرص بقى عندي كده اهو. بصوا هوا هوا، هي بس بتطلع هوا. واعمل ايه؟ احط كده واجيب اختها واعمل كده. نعمة، شايفينها عاملة ازاي سلسة، حكاية. وكل ما تسيبيها ترتاح اكتر، بصوا سطحها ناعم ازاي، كل ما تسيبوها ترتاح اكتر كل ما تديكوا نتيجه احلى. بصوا
تحسوا ان هي بالونه كده، سطحها سطح بالونه ناعمه جدا اهي. الحجم بقى اللي احنا عايزينه. تعالوا نعمل دول الاول بس. خلاص الحشوه دي تمام علشان ما تبقاش سخنه معايا، عشان لو كانت سخنه معايا ايه اللي هيحصل؟ هتقطع لي العجينه. انا هنا سخنت خلاص، هرققها بقى. احط شويه زيت بساط جدا جدا اهو، وامسح بيها السطح وافرد. واحشيها بقى واكبرها زي ما انا عايزه، واخليها على قد ما اقدر شفافه. بصوا بتنتفخ ازاي، امال هتعمل ايه بقى لما تستوي؟ ده هي كده واحنا بنفردها عماله ترتفع معانا وتطلع الهواء اللي فيها. بصوا عامله ازاي، احط كده واحط تاني شويه نقطه زيت كده علشان تتفرد معايا. يلا وافرد، نشيل دول كده علشان ما يضايقونيش وانا بفرد. بس كده هعمل كده واروح بقى ايه جايبه الحشوه بتاعتي حاطه حبه حلوين مش كتير عشان انا لسه هقفل عليها اهي. وبعدين اعمل ايه بقى؟ اروح جايبه كده كده وقافله عليها كده. بصوا، واروح على مين افرد كده، لو اتقطعت خلاص لموها اهو، افردها كده خلاص. واروح حطها على الجريل اللي هحط فيها نقطه ايه ميه، إيه سوري نقطه زيت، بقول لكم ميه اهي تمام. ومعليه النار وهشوف محتاجه اهدي عليها بعد ما اديها لون تكون استوت ولا ايه. بصوا انا مش عايزه اخليها تخينه، انا هحاول ارققها ونكبرها اكتر من كده. يلا اهي كده واحده واحده، وعينينا طبعا على اللي في الطاسه، ونفرد كده. بصوا العجينه لما سبتها شويه دي ارتاحت، يعني التانيه كانت معصلجه معايا شويه ليه؟ عشان مجرد ما قطعت رحت شغاله على طول، لكن المفروض ان انا حتى بعد ما اقطع اقرص يعني اسيبها ترتاح شويه. بصوا دي بقى بتتفرد معايا بسهوله ازاي عشان سبتها ترتاح شويه. شايفين فردت معايا خالص ازاي ومن غير ما تتقطع؟ واخدين بالكو اهي، نشوف بس اللي هنا. الله، بصوا اخدت لون وبتقفل. بصوا فردت معايا ازاي اهي، وهتفرد اكتر يعني كل ما انا اديها هتفرد عادي. وبصوا مش مقطوعه ازاي العجينة دي يا جماعة، سرها في ارتياحها اهي، واحدة حتة معايا اهي. افرد كده، شايفين فطيرة اهي، خطيرة. بصوا بصوا عاملة ازاي، بصوا فطيرة. بصوا اهي تتفرد معايا، وحتى من غير ما خلاص ايه قطع حسدتها. تعالوا بقى نحط الحشوه هنا، حبه حلوين كده. بس انا يعني انصحكم تخلوا الحشوه شويه تبرد علشان ما تقطعش ايه العجينه. كده كفايه
بس ادخل ده كده جوه بس كده، ان الحشوه لو تبقى سخنه تقطع معايا العجينه. خلوا بالكم. شكرا. واروح حطاها عندي هنا فين؟ في الطاسه. زيت. بصوا اخدت كاني بعمل عيش صاج بالظبط والله. يوم معلش انا هقرص حبه علشان اسيبها ترتاح واشتغل في اخواتها. اهو تخيلي بثلاث كوبايات دقيق تعملي بقى سندوتشات الاحجام اللي انت عايزاها، صغنن كبير راحتك خالص. دي هتبقى كبيره قوي علشان هي بتفرد معانا. بصي اخد لون ازاي، طبعا بيستوي من جوه حلو قوي. طيب تعالوا نعملها كانها فطيره. يعني ايه؟ هقول لكم ثانيه واحده كده، نفرد دي وهقول لكم يعني ايه. يلا بصوا لما بترتاح مره 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 على طول. عارفين المقادير دي ايه ولا نسيتوها؟ 3 كوبايات دقيق، معلقه صغيره سكر، نص معلقه ملح، وكمان عندنا هنا خل ومي. بصوا عامله ازاي، شيلها واحطها نقطه زيت بس مش كتير علشان نعرف ما تتزحلقش مننا واحنا شغالين. لو حطيت زيت كتير هي بتتزحلق مني. الله اخدت لون رهيب اهو كده. طيب هنعمل الفطيره ازاي؟ ناخد حبه كده حلوين نحطهم في النص اهو، ونروح جايبين كده وجايبين كده وجايبين كده وجايبين كده اهي، ونروح حاطينها اهي كده خلاص. اه برضو دي فطيره خطيره. شوية زيت هنا وتاخد اهي. طب يا بيبا لا دي غلبة، لا اديني شوية كايزر عادي جدا. هنفتح الكايزر اهو ونعمل بالسكينة ونحط اهو كده، وروح حاطة حبة حلوين. انا عايزه فينو، حطي فينو والكاتشب بقى المايونيز والحركات بتاعتك اهي بابسط حاجه. طبعا ممكن تحطي كابوتشي قبل ما نحط الحشوه، ممكن تحطي قبلها مستارده، براحتك خالص. ساندوتشات خطيره. وبصي اساسا بصدرين احنا عملنا كميه حلوه ازاي. يلا نحط حبتين. فكرة العجينة بتدينا طعم مختلف غير اللي احنا متعودين عليه. بصوا بتستوي معايا، انا كنت محركة الطاسة قوي. بصوا هوريها لكم كمان، وبعدين احنا هنحشيها اللي جاية دي هعملها لكم بالموتزاريلا. قلبت قلبت بس هتقولوا لي انت ازاي بتحطي ايديكي في الزيت؟ عادي عشان بتسأل السؤال ده كتير، عشان انا ماما ولسعت المؤمن مصاب. عايزه اشوف ده. يا الله بصوا اخد لون خطير ازاي. ونسيبه يكمل تسوية. اه لسه من هنا. تعالوا نعمل بقى واحدة بإيه عندنا؟ بالموزاريلا. نعمل كده كده ونفرد. شفتوا كترت الزيت شوية، بصوا هتتزحلق مني ازاي اهو. هو ده اللي انا بقوله، لما اعمل كده الاقيها
شويه بتتزحلق مني، فانا رحت ايه بعدها عن الزيت شويه، اهو الزيت اهو فاهم، ما نكترش الزيت قوي. وافرد والجوانب والاطراف افردها. يلا نحشيها تعالي كده اهي، ونحط عليها بقى موتزاريلا دي. بص بس على سندوتشات علشان تعبنا ما يروحش هدر. خلاص ده خلص، ده لسه، ونشوف ده كمان. اه ده بيستوي برضو. عايزين تعملوه كده، عايزين تعملوه كده براحتكم. نحط بقى هنا شويه موتزاريلا اهو، لما نحطها على النار هتعمل ايه؟ هتسيح كده. نفرد على قد ما نقدر. عادي احنا عاملينها طبقه واحده مش مليون طبقه اهي. نروح واخدينها بس ايه، نشيل ده علشان خلاص اخد لون رهيب، نحطه هناك. وتعالى بقى نحط دي جنب اختها. ريحتها تحفه. عايزه اقلبها بس اخر مره وخلاص بس كده. تعالوا بقى نعمل الباقي في كايزر ونقول شكرا للوصفه دي. فكره العجين هي اللي كانت، يعني لو قلنا الحشوه معتاده فكرتها ان احنا بدل ما نشتري، لان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه تشتري منين عيش الصاج، ماشي، عيش تورتيه ده بديل لعيش الصاج شويه، مش هو، لان عيش الصاج ليه طريقه تانية خالص في تسويته. يمكن يكون المكونات شبهه لكن في تسويته احنا بنسوي الاول عيش الصاج وبعدين بنحشي فيه، خلوا بالكم. لكن هنا انا حطيت كله على بعضه يستوي مع بعضه، وبرده دي فكرتها حلوه قوي. ادي عايزين بقى تسهلوا على نفسكم ونضرب على طول كايزر او فينو. نعمل جنبها، لا مش هعمل جنبها يا فيفا لا كايزر ولا فينو، ده انا هحط فيه، هحطها جنب الرز الابيض هتبقى تحفه برضو زي ما قلت لكم. شويه مكرونه هتبقى خطيره. الاساس عندي هي الحشوه تحفه. عايز اقول لكم في ناس ممكن تاكلها كسلطه. عملت بس كده، وفاضل لي ان انا اطلع ده. تعالوا بقى لحد ما عندنا الرغيفين دول يستووا، تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه جنب السندوتشات دي، سواء لسه حادق او حلو. استنونا.